نظم الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية للإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني رحمه الله. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، ويعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. صار من عادات أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. ومن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة، وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجى ماح الدجى الشيباني، فإنه إمام أهل الآثر، فمن نحى منحاه فهو الآثر. سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضى، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. مقدمة في ترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف. اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، بأن ذي الأمات سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق، ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلما. ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعتى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فقنع بهذا وكفى. الباب الأول
في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. صفاته كذاته قديمة أسماؤه ثابتة عظيمة لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكني كذا إرادة فعي واستبني. والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا. وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. فصل في مبحث القرآن العظيم والكلام المنزل القديم. وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله. فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلف. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه. وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الآثار. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى عليها بالقدم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لا يخلق الخلق سدى ك
كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار، منه لنا فافهم ولا تماري. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رزيق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. فصل في الكلام على القضاء والقدر. وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى. فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها. ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا، ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده، ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء. فإن يشأ يعفو وإن شاء انتقم، وإن يشأ أعطى وأجزل النعم. فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف الملحدين. وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة، وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل، لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه، كملحد وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة. قلت وإن دلت دلائل الهدى كما جرى
ترى للعيلبوني اهتدى، فإنه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم، وكان للدين القويم ناصرا، فصار منا باطنا وظاهرا. فكل زنديق وكل مارق وجاحد وملحد منافق، إذا استبان نصحه للدين فإنه يقبال عن يقين. فصل في الكلام على الإيمان. إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقص بالزلل. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني. نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. ولا تقل إيماننا مخلوق، ولا قديم هكذا مخلوق، فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. الباب الرابع في ذكر السمعيات. وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار، من فتنة البرزاخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور. فصل في ذكر الروح والكلام عليها. وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها. وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتول للدجال بباب لد خل عن جدال، وأمر يأجوج ومأجوج فإنه حق كهدم الكعبة، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن. طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. فصل في أمر المعاد. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد. فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة،
فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. فصل في الكلام على الجنة والنار. وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بوار المعتدي. وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. واجزم بأن النار كالجنات في وجودها وأنها لم تتلفي، فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار. لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. الباب الخامس في ذكر النبوة. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. ولم تزل في ما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلن على كل الأمم. فصل في بعض خصائص النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا اعوجاج، فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وقوله. فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصاء، منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير انتراء. فصل في ذكر فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأولي العزم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين. وأفضل العالم من غير امتراء نبينا المبعوث في أم القرى، وبعده الأفضل أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم. فصل فيما يجب للأنبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم. وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر نوصم، كذاك من إفك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة. وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل. فصل في الصحابة الكرام رضي الله عنهم.
وليس في الأمات بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء، وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي، مجدل الأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وفي الحزم، وفي الندى مبدي الهدى مرد العدا، مجل الصدايا ويل من فيه اعتدى، فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب. وبعد فالأفضال باقي العاشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أوحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة، وعائشة في العلم مع خديجة في السبق، فافهم نكتة النتيجة. فصل في ذكر الصحابة الكرام وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لهم من المحبة والتبجيل وتقبيح من آذاهم. وليس في الأمات كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار، ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه، فاقنع وخذ عن علمي، واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من له هم هجر. وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل ثم تابعوهم طرا. فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصح، فإنها من الكرامات التي بها نقول فاقفل الأدلة، ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال، فإنها شهيرة ولم في كل عصر يا شقى أهل الزلل. فصل في المفاضلة بين البشر والملائكة. وعندنا تفضيل أعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر، قال ومن قال سوى هذا افترى، وقد تعدى في المقال واجترى. الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها. ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام، يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود، وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر، وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج، ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع، وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية.
وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما وكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر. فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم بأن الأمر والنهي معا فرضا كفاية على من قد وعى وإن يكن ذا واحدا تعين عليه لكن شرطه أن يأمنا. فاصبر وزل بالياد واللسان لمنكر واحذر من النقصان ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب. فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها. الخاتمة. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة في ذكر الأدلة وما يتعلق بها. مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر. فالحد وهو أصل كل علم وصف محيط كاشف فافتهم. وشرطه طرد وعكس وهو إن أنباع عن الذوات فتى مستب. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. وكل معلوم بحس واحجا فبكره جهل قبيح في الهجاء. فإن يقم بنفسه فجوهر أولى فذاك عارض مفتقر. والجسم ما أليف من جزئين فصاعدا فاترك حديث المين. ومستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فاسمع زوكني. والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض. وكل هذا علمه محق فلم نطل به ولم ننمق. والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث. لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمة وسالفي. ولست في قولي بذا مقلدا إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل. ومن جلى بهديه الديجور وراقت الأوقات والدهور. وآله وصحبه أهل الوفاء معادن التقوى وينبوع الصفاء. وتابع وتابع للتابع خير الورى حقا بنص الشارع. ورحمة الله مع الرضوان والبر والتكريم والإحسان. تهدى مع التبجيل والإنعام مني لمثوى عصمة الإسلام. أئمة الدين هداة الأمة أهل
التقى من سائر الأئمة لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصنوان من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تقن ومن نحال سبلهم من الورى ما دارت الأفلاك أو نجم سرى هدية مني لأرباب السلف مجانبا للخوض من أهل الخلف خذها هديت واقتفي نظامي تفز بما أملت والسلامي.